مع التطورات الهائلة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد حساباتنا شأناً شخصياً بل تعدى ذلك، إذ أصبحت هذه المواقع الوسيلة المهمة ليسوق فيها المستخدمين عن أنفسهم على اختلاف أهدافهم كالحصول على وظيفة مثلاً. فكيف أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء رحب والبديل الأسرع والأشمل للباحثين عن عمل ولمسؤولي التوظيف كذلك؟ نناقش الموضوع معكم عن قرب برفقة ضيفتنا روان بنت عامر الهاشمية أخصائية توظيف وموارد بشرية، فأهلا بكم. أهلا وسهلا بك روان. أهلا ومرحبا أماني، شرفتينا في قهوة تواصل. الله يسعدك، تشرف لي. إذا اليوم إحنا نتحدث عن مسألة التحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي في مسألة البحث عن وظيفة أو اختيار مرشح جيد لوظيفة ما. من منظورك أخصائية توظيف، كيف تجدين هذه المواقع؟ هل هي فعلا سهلت وفعلت موضوع اختياركم لموظف ما؟ شكرا أماني. طبعا موضوع الباحثين عن العمل ومنصات التوظيف بشكل عام هو موضوع جدا مهم وجدا شيق للحديث عنه، خاصة مع ارتفاع عدد الباحثين عن العمل. نعم، منصات التوظيف لها دور فعال وأكبر من الطرق التقليدية للتقديم على الوظائف. طبعا الفوائد للطرفين، للباحث عن العمل ولصاحب العمل. للباحث عن العمل هي تسهل وتسرع عملية التوظيف وهنالك سلاسة أكثر في التقديم على الوظائف. نفس الشيء توفر مشوار وعناء السفر، خاصة لأخواننا اللي يسكنوا في مناطق بعيدة، ممكن وأنت في المنزل بضغطة زر تقدم على الوظيفة وتنافس عليها. أما اللي يسكنوا قريب من مقرات العمل طبعا بتسهل عليهم عملية متابعة حالة الطلب، سواء تم قبول الطلب أو رفض الطلب. أما لصاحب العمل فهي سهلت وسرعت عملية التوظيف. أنا بالنسبة لي كأخصائية توظيف، استعمالي لهذه المنصات أعطت سلاسة أكثر واختيار دقيق في اختيار الباحث عن العمل بالمعايير والقيم المطلوبة. طبعا شيء تسهل عملية التواصل بين المؤسسات العمل وبين الباحث عن العمل. أنا خلينا ناخذ على سبيل المثال، بغيت أرسل 60 إيميل، فأنا بضغطة زر وفرت على نفسي الجهد وفرت على نفسي الطاقة، بعكس الطرق التقليدية للتقديم على الوظائف. إحنا لاحظنا أنه تتقلص أهميتها يوم عن يوم، والشركات بشكل عام ومؤسسات العمل يتجهوا أكثر نحو منصات التوظيف ومنصات التواصل الاجتماعي. ايضا الطرق التقليديه الان جدا صعب استعمالها، مش نفس الماضي، لانه الحين نحن نتحدث عن لغه تختلف عن الماضي، خاصه مع كوفيد 19 اصبح استعمال الطرق التقليديه جدا صعب، لانه الناس موجوده في بيوتها وصعب انه يقدموا بالطرق التقليديه. جميل جدا. اليوم مع تعدد هذه المنصات ومزاياها، اصلا أصبح من المهم أن يعي الشخص كيف يستخدم هذه المنصات وكيف يتعامل معها. فكأخصائيين توظيف، هل هناك منصة معينة تبحثون فيها عن المرشح الأفضل من ناحية المصداقية، دقة البيانات؟ طبعا هنالك العديد من المنصات، خاصة مع تطور التكنولوجيا هنالك العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي تساهم وتساعد الباحث عن العمل في الحصول على الوظيفة المناسبة. من أهم هذه المنصات ومن أشهرها ممكن LinkedIn، هي منصة عالمية يتم استعمالها من قبل العديد من الشركات العالمية والشركات الناشئة، وهي صلة تصل الباحث عن العمل، توصل صاحب العمل والباحث عن العمل. كذلك هذه المنصة توفر فرص تدريبية للباحث عن العمل، وممكن أنه هو يستغلها في الترويج عن نفسه وفي الحصول على الوظيفة المناسبة. نفس الشيء مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا الانستغرام، عندنا التويتر، في كثير من الحسابات المختصة بتنزيل وظائف الشواغر ووظائف اللي تنزلها الشركات. كذلك أماني أحب أضيف منصة دوام بلاتفورم، هي منصة بإدارة شباب عمانيين. هدف هذه المنصة أنها تجمع بين الباحث عن العمل وصاحب العمل، من الممكن لصاحب العمل أنه ينزل الشواغر اللي موجودة عندهم، وممكن الباحث عن العمل أنه يقدم على هذه الوظائف. جميل جدا روان، ذكرتي منصة دوام، وش رايك ننتقل في هذه الوقفة نتعرف أكثر على هذه المنصة التي تقرب رواد الأعمال بالباحثين عن عمل، فكونوا معنا ولنا عودة. فكرة منصة دوام جاءت لما حسينا ان في يعني في نقص في ان يكون في منصة تجمع الكفاءات العمانية وتظهرها لسوق العمل.
فلاحظنا نفس الشيء ان اصحاب الشركات يواجهوا بعض التحديات في ايجاد الكوادر العمانيه ذات الكفاءه حتى توظفها بشكل مناسب. فدرسنا السوق ولاحظنا ان في عده عوامل اللي هي تعرقل وصول مثلا الكادر العماني المناسب لهذه الوظائف، وكذلك صاحب العمل يواجه صعوبه في ايجاد هذه الكوادر. فبحكم ان احنا كفريق كنا تقنيين وشباب عمانيين، حسينا من واجبنا ان نبادر ونأسس منصة الكترونية ذات مستوى عالمي لإظهار هذه الكفاءات العمانية. نحن جهزنا مثلا المنصة هذه تساعدهم مثلا انهم هم يوصلوا هذه البيانات، فبالتالي هم عليهم ادخال هذه البيانات الأساسية حتى يسوقوا لذاتهم عن طريق المنصة. فالمنصة توفر لهم ميزة التسويق عن الذات، كذلك نوفر لهم ميزة البحث عن الوظائف القريبة. أسسنا المنصة في 2019 وبفضل من الله الحمد لله ومجهود الشباب وكذلك مساندة الحكومة لنا بالنهضة المتجددة. فالحمد لله على حسب الإحصائيات اللي أنا عندي، لأن آخر مرة كان عندنا أكثر من 300 قصة نجاح، وفي الحين إن شاء الله في شواغر أخرى جالسين نشتغل عليها بالتعاون مع وزارة العمل. طموحاتنا المستقبلية، إحنا قلنا إن إن شاء الله في 2040 راح يكون الفرد العماني يعرف إيش توجهه في سوق العمل، بحكم أن مش دائما الشهادة هي اللي راح تحدد مصيره، ولكن إحنا نمكنه ونهيئه من الأساس قبل لا يوصل حتى لسوق العمل. فباستخدام التكنولوجيا وباستخدام الكفاءات اللي موجودة معانا في الفريق إن شاء الله، فالتحسينات موجودة والتطويرات موجودة وفي خطط مستقبلية أكبر إن شاء الله. والكفاءات العمانية إلى الآن صراحة أبهرتنا، نحس أنها تستاهل أن إحنا نستمر ونطور هذا المجال أكثر. عدنا لكم أحبتنا المشاهدين من جديد. جميلة هذه المبادرات التي هي من الشباب وإلى الشباب العماني، ونرجع لمحور حديثنا مع ضيفتنا روان الهاشمية في أهمية اليوم تأسيس الباحثين عن عمل لصفحات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق عن أنفسهم. إذن السؤال هو كالتالي، ما أهم ما يجذبكم في صفحة الباحث عن عمل اليوم، أو بالأحرى ما هي النقاط التي يجب أن يركز عليها الباحث عن عمل في صفحته؟ سؤال جدا جميل لأماني. هنالك العديد من الأسس والقيم اللي ننصح فيها الباحث عن العمل باستغلال هذه المنصات في إظهار المهارات، الخبرات، القدرات اللي موجودة عندهم. من الممكن أيضا تحديث هذه المنصات بنشر شهادات التدريب اللي يحصل عليها الباحث عن العمل، أو حتى استغلالها في نشر المشاريع الشخصية اللي موجودة عند هذا اللي يقوم بها الباحث عن العمل، أو مساهماته في نجاح أي من هذه المشاريع. أيضا اهتمام الباحث عن العمل في تحديث هذه المنصات والاهتمام بالمحتوى المرئي، من الممكن أيضا نقاشات، حوارات يتم نشرها في هذه الصفحات تدل، وكلها هذه مؤشرات لصاحب العمل أن هنالك جدية، هنالك شغف في العمل، هنالك حب للعمل. فنحن ننصح أنه يتم استغلال هذه المنصات في إظهار المواهب والخبرات والقدرات. خلينا نأخذ أماني على سبيل المثال، في شركة نزلت وظيفة في قسم الموارد البشرية، وظيفة تهتم وتختص برواتب الموظفين. كان هنالك العديد من المتقدمين،
خلينا نقول كان عندنا عامر وعندنا محمد. عامر قام باستغلال هذه المنصة بتنزيل القدرات اللي عنده، المواهب اللي عنده، حبه مثلا في التعامل مع الأرقام، التعامل مع الحسابات. محمد نفس تخصص عامر اللي هو إدارة موارد بشرية وعنده نفس الميول، ولكن لم يظهر هذا الشيء في هذه المنصة. طبعا عامر حصل على نقطة إضافية رشحته وعطته الأولوية في الدخول للمقابلة. جميل جدا، لكن كيف اليوم نفرق بين هذه المهارات حقيقية أم أنها مجرد يعني عبارات براقة يضعها الباحث؟ أو بالأحرى، هل فعلا يقبل الأشخاص بناء على الانطباع الأول من صفحتهم؟ مثل ما ذكرنا أماني، هنا تكمن أهمية المحتوى والأمور اللي قام الباحث للعمل بتنزيلها في هذه الصفحات، التحديثات اللي قام بها الباحث عن العمل، المنشورات اللي تم تنزيلها. نفس الشيء لما احنا ننزل الشهادات اللي تم الحصول عليها وكل هذه الأمور اللي ذكرناها في السابق. أمام الجزء الثاني من السؤال أماني، من الممكن أنه يتم اختيار الأشخاص المناسبين من خلال منصات وترشيحهم لدخول المقابلة، ليس اختيارهم، لأنه هنالك العديد من الإجراءات والعديد من الخطوات التي يقوم بها أصحاب العمل. إذن أخيرا، ما هي الكلمة توجهنا للباحثين لربما عن أخطاء قد يستخدمونها أو يقعون فيها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ احنا ننصح ان الباحث عن العمل يستغل هذه المنصات في اظهار الجانب الاكاديمي، الجانب الاحترافي، بعيدا عن المحادثات الجانبيه والنقاشات التي ليس لها فائده للباحثين عن العمل والمجتمع بشكل عام. شكرا لك ضيفتنا روان بنت عامر الهاشميه، اخصائيه توظيف وموارد بشريه، لتواجدك معنا اليوم. يشرفني ويسعدني حضوري بينكم، وانا جدا سعيده بهذا اللقاء. اشكرك اماني. مواقع التواصل الاجتماعي ومزاياها الكثيرة، خصوصا في مجال الأعمال التي تجعلنا نصل أينما نريد، فبالحضور الفعال والقوي والمؤثر لنكن من نصنع الفرص لا من ننتظرها. نلتقيكم الأسبوع المقبل في قهوة وتواصل. إلى اللقاء.